مساء الخير، أنا ميسون الشهين وهذه جولة سريعة من داخل موقع شبكة 964. يتجه العديد من شباب إقليم كردستان للتجارة بملكات النحل المستوردة من تركيا، سيما الملكة المعروفة باسم الكاربات الأوكراني، والتي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة انخفاض سعرها إلى نحو نصف قيمة الملكات المحلية. في مشاتل القائم غرب الأنبار، يتصدر الورد الجوري المبيعات اليومية بعد دخول أنواع مختلفة كالسوري ذو العطور الدائمة والفرنسي عديم العطر، وتباع الوردة الواحدة منها بسعر لا يتجاوز 2000 دينار. يواظب التربوي المخضرم جبار عايد الذي يدير مدرسة الامتياز الابتدائية في قضاء الحي على توفير وجبة إفطار لتلاميذ الصف السادس مع مراجعة سريعة قبل أداء الامتحان الوزاري صباح كل يوم. رغم أن الدجاج الأحمر مخصص للتربية وإنتاج البيض، إلا أن سكان تل العفر يقبلون على شرائه وطبخه، ويقولون إن طعمه مع البرغل المحلي لا يقاوم، إذ يباع بأسعار أقل من الدجاج الأبيض والمجمد. حذر إمام مسجد الحيدر خان في بغداد من اندثار الزخرفات القرآنية وتساقطها من واجهة الجامع، ودعا لحمايتها على وجه السرعة. عدسة 964 وثقت حالة المنقوشات على جدران المسجد المشيد عام 1650 للميلاد. على أصوات الدف والناي، افتتح في سنجار مزار إيزي بعد تفجيره على يد داعش عام 2014، وشهد الافتتاح رفع الرايات الأيزيدية على قبابه الثلاث بحضور رجال دين ووجهاء المدينة. رغم أنه لم يكمل دراسته، إلا أن عامل البناء الشاب حسين حمادي في الديوانية يلفت أنظار الكثيرين بموهبته في الرسم، إذ يجيد بدقة رسم وجوه شخصيات عامة كالملك فيصل والراحل سمير صبيح. تلقى رياضة ركوب الخيل رواجاً كبيراً بين الشباب في الزبير، حيث قام محمود قاسم بتوسيع اسطبله الذي أنشأه قبل 4 سنوات ليشمل ساحات للتدريب على الفروسية للمشاركة في البطولات الوطنية. توعد قضاء الهندية أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية البالغة 5000 للأمبير بعقوبات قد تصل إلى الحبس، بعد أن شك الأهالي عدم الالتزام بساعات التشغيل والتسعيرة. رصدت كاميرات مراقبة في حي النداء بالنجف طفلين ينفذان سطواً على متجر للهواتف والكمبيوتر، إذ تمكنا من الدخول عبر فتحة صغيرة في الجدار وسرقت 72 جهازاً مختلفاً. كانت هذه اختيارات المحرر حتى الآن، لكن تغطيتنا مستمرة ومن كل مناطق البلاد. تفضلوا بزيارة موقع 964media.com لمشاهدة العراق بصورة أوضح.